بالنسبة لمشروع مساواة رعايتنا، فهو مشروع يهدف إلى تعزيز وترسيخ قيم المساواة ما بين الجنسين، وكذلك العمل على الوقف والحد من العنف المبني على النوع. هذا المشروع سيتم إنجازه في مدة سنة ونصف بإقليم أزيلال، وبعض يعني بعض الجامعات بإقليم أزيلال، وبعض المؤسسات التعليمية بإقليم أزيلال، لأنه سيتم اشتغال كنشاط أساسي داخل المشروع، وهو تنظيم وعرض عروض اللي هي مسرحية مستوحاة من الفن أو التراث المغربي اللي هو الحلقة، باعتبار أن الحلقة هو واحد الآلية، واحد القناة لتمرير رسالة مساواة، رسالة لتساهم في رفع الوعي الإيجابي لدى الرجال والشباب، خاصة بضرورة ترسيخ المساواة ما بين الجنسين. كذلك سيتم خلال هذا المشروع الذي يستهدف فاعلين فاعلات وممثلي وممثلات المجتمع المدني، وكذلك المؤسسات المنتخبة، وكذلك الشباب بالجهة ككل. هذا الأنشطة أو النشاط الثاني اللي هو عرض أو لا تنظيم مسابقة فنية اللي سميناها كن أو كوني مبدعة، كن مبدعا. هذه المسابقة اللي هي فنيات تتعمل على نشر وعلى إعداد ودعامات تحسيسية، سيقوم هؤلاء الشباب خلال هذه المسابقة من إنجاز هذه المسابقة هذه. كذلك هذه المسابقة سيتم إنتاج دعامات تحسيسية عبارة عن فيديوهات، عبارة عن كاريكاتير، عبارة عن صورة، والموضوع ديالها هو المساواة. كذلك سيتم العمل على تنظيم مجموعة من المنتديات، مجموعة من الأيام الدراسية. هذه الأيام الدراسية اللي تستهدف المساواة وتستهدف فاعلين مؤسساتيين، كما قلنا في البداية الجمعيات، المجتمع المدني، المؤسسات المنتخبة، المصالح الخارجية، كل المؤسسات الفاعلين والفاعلات المعنيين بضرورة ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين. هذا المشروع كذلك يأتي في برنامج ينجزه المعهد المغربي للتنمية المحلية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. هو هذا المشروع بالنسبة لمشروع مساواة غايتنا، هو يأتي في إطار برنامج ينجز في 3 جهات بالإقليم أو بالوطن المغرب، اللي هو جهة منو خنفرة، مراكش أسفي، ودرعا تافيلات. وكذلك نحن نساهم في إطار هذا البرنامج بهذا المشروع هذا، ونتمنى أن يساهم بشكل كبير في تعزيز المساواة ما بين الجنسين، والحد والنزيف الذي يعيشه المجتمع المغربي من خلال العنف المبني على النوع. شكرا.